السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم أهم الأخبار: النزاهة، استخدام عدد من كبار المسؤولين في محافظة بابل، الصحة تعني الحصول الموافقة على استحداث الدرجات الوظيفية للعلوميين، العمل توضح بخصوص قروض حاضنات الأعمال، الأعرجي يؤكد أهمية دراسة مشروع قانون خدمة العلم وفق رؤية الأمن القومي العراقي. إليكم تفاصيل الأخبار. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم الأربعاء صدور أمر استخدام بحق عدد من كبار المسؤولين سابقا في محافظة بابل لارتكابهم عمدا ما يخالف واجبات وظائفهم. وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الأية إن محكمة تحقيق الحلة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمرا باستخدام محافظي بابل الأسبقين ورئيسي هيئة استثمار بابل الحالي والأسبق ونائب رئيس هيئة الاستثمار الحالي وثلاثة من مديري بلدية الحلة الأسبقين في قضية منح عقار يقع في مدينة الحلة شارع 40 كفرصة استثمارية خلافا لقانون الاستثمار. وأشار إلى أن المحافظين الأسبقين منح موافقات استثمار العقار كفرصة حصرية، لافتا إلى استخدام صورة قيد مزورة للحصول على الإجازة الاستثمارية للعقار العائد لمديرية بلدية الحلة، بالرغم من وجود إشارات عدم تصرف موضوعة عليه صادرة عن محكمة بداءة الحلة. وأضاف البيان إن محكمة تحقيق الحلة المختصة بالنظر بقضايا النزاهة أصدرت أمرا باستخدام اثنين من أعضاء مجلس محافظة بابل السابق خلفية ارتكاب مخالفات من قبل اللجنة المؤلفة لتوزيع موجودات فندق بابل، مبينا إن المتهمين رئيس لجنة التوزيع وأحد الأعضاء قام بتوزيع موجودات الفندق دون سند قانوني. ولفت إلى أن محكمة تحقيق الحلة المختصة بنظر قضايا النزاهة أصدرت أمر استخدام بناء على أحكام المادة 331 من قانون العقوبات. أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء استحصال الموافقة على استحداث الدرجات الوظيفية للعلوميين. وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان إن اللجنة المالية برئاسة النائبة محاسن حمدون رئيس السن وحضور عدد من أعضائها استضافت الوكيل الإداري لوزارة الصحة توفيق وليد توفيق ومعاون مدير عام هيثم ناصر. وأضاف إن اللجنة ناقشت مع وزير الصحة استحداث الدرجات الوظيفية ومشكلة الروتين الإداري بين مجلس الخدمة الاتحادي ودائرة الموازنة في وزارة الصحة لإصدار الأوامر الإدارية الخاصة بهم، فيما بين عن انتظار التصويت على قانون الموازنة العامة الاتحادية. وكشف الوكيل الإداري للوزارة وفقا للبيان عن حصول الموافقة على استحداث الدرجات الوظيفية للعلوميين ضمن وزارة الصحة وتشكيل خلية لإنجاز الجدول الخاص بهم وإرساله إلى وزارة المالية لتمويل رواتبهم. وأكدت اللجنة في بيانها على ضرورة الوقوف مع هذه الشريحة المهمة خاصة في ظل الحاجة الماسة لخدماتهم، حيث طلبت المالية النيابية الكتب والمخاطبات الرسمية لمتابعة الإجراءات مع وزارة المالية. من جانب آخر تطرقت اللجنة إلى عدد من المواضيع الأخرى التي تمس حياة المواطنين، منها قانون الضمان الصحي وموضوع إطلاق التمويل المالي، فضلا عن حصول الموافقة على شراء الأجهزة الطبية وتأهيل مركز الأورام السرطانية وتوفير الأدوية من خلال الحصول على التخصيصات المالية. أعلنت وزارة العمل الأربعاء عن خطط بشأن العاطلين من خريجي الجامعات، فيما أوضحت بشأن قروض حاضنات الأعمال. وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة رائد جبار ناهض لوكالة الأنباء الرسمية إن الوزارة لديها مجموعة من الخطط الخاصة بتطوير قابليات العاطلين عن العمل وزجهم في دورات تدريبية تساعد في بناء قدراتهم بالاختصاصات المطلوبة في السوق، لا سيما خريجو الجامعات الذين لا يمتلكون خبرات. وأضاف ناهض إن هناك شرطا على جميع الشركات العاملة في القطاع الخاص سواء كانت أجنبية أم استثمارية أم قطاع محلي، يتضمن تشغيل نسبة 50% من العمالة المحلية ضمن مشاريعها.
وعن القروض الخاصة بالعاطلين ذكر ناهض إن الوزارة مستمرة في منح القروض الميسرة للعاطلين من أجل إنشاء مشاريع صغيرة وهي بدون فائدة وتستمر لخمس سنوات. وتابع أن هناك برنامجا آخر وهو حاضنات الأعمال للأشخاص الذين لديهم أفكار إبداعية، حيث يصل القرض إلى 20 مليون دينار عراقي، مؤكدا أن الوزارة تسعى لتعزيز رأس مال الصندوق لغرض منح أكبر قدر من القروض الميسرة. أكد مستشار الأمن القومي قاسم العرجي اليوم الأربعاء أهمية دراسة مشروع قانون خدمة العلم وفق رؤية الأمن القومي، وذكر بيان لمستشارية الأمن القومي أن العرجي ترأس ورشة عمل حملت عنوان قانون خدمة العلم وفق رؤية الأمن القومي العراقي، والتي أقيمت في مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية التابع للمستشارية بمشاركة الأجهزة الأمنية والجهات الأكاديمية ومراكز البحوث والوزارات المدنية والقطاع الخاص وممثل عن لجنة الأمن والدفاع النيابية. أكد الأرجي على أهمية إجراء النقاشات الموسعة من قبل الجهات المعنية والمتخصصين، وكذلك إشراك الرأي العام من خلال إجراء استطلاعات للرأي، فضلا عن دراسة مشروع القانون وفق رؤية الأمن القومي العراقي من مختلف الجوانب. وشدد على أهمية دراسة مدى الحاجة للقانون والأعداد المتوقعة للشمول به ومتطلبات مراكز التدريب والإيواء والتخصيصات المالية المطلوبة، إلى جانب دراسة مدى تأثير ذلك على القوى العاملة والجانب المجتمعي. وشهدت الورشة نقاشات موسعة لقانون خدمة العلم من قبل المتخصصين والمعنيين، حيث أجمع المشاركون على ضرورة أن تكون هناك دراسة موسعة للموضوع ومدى تأثيره على الأمن القومي العراقي. واختتمت الورشة بالتوصية لعقد ورش عمل أخرى من أجل الخروج بالتوصيات التي تعزز الأمن القومي العراقي.